ها 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 هلا بالعيال هلا بالعيال هلا بالعيال هلا بالعيال. كيف بالله يا شباب؟ كيف بالله يا شباب؟ بس اضبطك 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 انت يا هدف يعني بس كذا طقطقه. هذه ترى البدايه، لسه في باذن واحد احد جلد بشكل مو طبيعي. نقول ان شاء الله، نقول ان شاء الله تعالى. فهذه البدايه، هذه البدايه، هذه البدايه. تعال تعال، ما شفت شيء، لسه باذن الله. كذا مسخره يا كابتن، كذا مسخره يا كابتن. الدون يا عمري علنها، يا عمري على الروقان، يا عمري يا كريس. سي يا كريس. شوف 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 شوف، يعني انت كاسر خاطري نوعا ما، لكن ما حد قالك تلعب ضد النصر. لا ما يتفرط بتالي، ما يتفرط بتالي. ولا غريب والله، المفروض نزلناه لكن ما عليه ما عليه. وين بتروح؟ وين بتروح يا حجي يا حجي؟ تبطي عظم اي في واحد يقول تبطي عظم، سمعتوه يا شباب؟ ترى مو انا، هذا واحد جنبي. انا ما قلت مستحيل. لقمنا يا شباب، مع الاسف يا شباب لقمنا الصدق، لكن ما عليه لسه لازم ينجلدون زياده حق مرة ثانية ما يسوون أي مشاكل، فجلدهم أصبح واجب. يا زفت يا زفت، انتهت المباراة يا زفت، انتهت المباراة. أنا قلت يا زفت انتهت. شباب أنا أعتذر أني هايط بداية المقطع، وإني قلت بينجلدون وبنتيجة تاريخية، واني قاعد تهايط بالدون وتلسكا بس فشلونا. الله لا يوفق العدو. انا غلطان هايط بالنصر، انا غلطان هايط بالنصر. النصر فريق احد هايط فيه وفي النهايه يلقم اخر الوقت يا عقيد، يدخل عليك هدف زي كذا. اكرر اعتذاري، انا غلطان اني هايط مره ثانيه. ما بهايط الا وانا العب بالاتحاد، اذا هايط وانا العب غير الاتحاد عادي مشوها عادي، بهايط ما بوقف. يعني وش توقع مني؟ 90 دقيقة يا فارس عوض؟ 90 دقيقة. الله يسامحك الله يسامحك. أنا أشرب ماي، أبركلي حتى ما نعرف أنهي المقطع. لا ينرفز العدو يا شباب. مع الأسف خلاص انها على نهي تعادل. تراها دوري يا كابتن. فمع الأسف 2-2، وحاب انهياك من المقطع الى هنا، وانتهى مقطعنا لهذا اليوم. في حال عجبك المقطع لا تنسى اللايك، الشير، السبسكرايب، الكومنت، تفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديد. في الختام لا يسعنا الا ان نقول سلام عليكم.